مراجعة حرف القاف. والآن يا صغاري نرسم دائرة حول حرف القاف في الكلمات التالية: قارب، قرد، إبريق. قارب، قرد، إبريق. والآن يا صغاري الأعزاء نشاهد أمامنا الآن صورة قارب. نقرأ كلمة قارب ونضع دائرة على حرف القاف: قا قارب، قا قارب. ممتاز، أحسنتم. هذا هو حرف القاف، نضع عليه دائرة. والآن يا صغاري الأعزاء ننتقل للصورة الثانية. ماذا تشاهدون أمامكم الآن؟ ممتاز، صورة قرد، صورة قرد. نقرأ كلمة قرد، نقرأ كلمة قرد ونضع دائرة على حرف القاف في كلمة قرد. ممتاز، أحسنتم. وهنا يا صغاري نشاهد صورة ماذا؟ ممتاز، صورة إبريق، صورة إبريق. نضع دائرة يا صغاري على حرف القاف في كلمة إبريق، في كلمة إبريق. ممتاز، أحسنتم. والآن يا صغاري ننتقل للتمرين التالي: أرسم دائرة حول صورة الشيء الذي في اسمه صوت حرف القاف. نشاهد أمامنا الآن صورة قفص، وهنا صورة قطار، وهنا قفل، وهنا جرس. قفص، قطار، قفل، جرس. والآن يا صغاري الأعزاء، هل يوجد في اسم هذا القفص صوت حرف القاف؟ قفص، قفص. ممتاز، أحسنتم. نعم، يوجد في اسمه صوت حرف القاف. ننتقل الآن للصورة الثانية. ما هذه الصورة؟ ممتاز، صورة قطار، صورة قطار. هل في اسمه صوت حرف القاف؟ نعم، قطار، قطار. يوجد في اسمه صوت حرف القاف. والآن يا صغاري الأعزاء، ماذا تشاهدون أمامكم الآن؟ ممتاز، نشاهد أمامنا صورة قفل، صورة قفل. هل يوجد في اسمه صوت حرف القاف؟ قفل، قفل. نعم، أحسنتم، يوجد في اسمه صوت حرف القاف. وأخيرا يا صغاري الأعزاء، ماذا تشاهدون أمامكم الآن؟ ممتاز، صورة جرس، صورة جرس. هل يوجد في اسم جرس صوت حرف القاف؟ ممتاز، لا يوجد في كلمة جرس صوت حرف القاف. مراجعة حرف الخاء. والآن يا صغاري الأعزاء نفتح الكتاب على صفحة رقم 69 ونبدأ بحل التمارين. والآن يا أعزائي نرسم دائرة حول حرف الخاء في الكلمات التالية: خس، خيار، بطيخ. خس، خيار، بطيخ. الكلمة الأولى كلمة خس، كلمة خس. هل يوجد في الكلمة حرف الخاء؟ ممتاز، يوجد في الكلمة حرف الخاء، نضع عليها دائرة. ننتقل للصورة الثانية، كلمة خيار،
كلمة خيار، هل يوجد في الكلمة حرف الخاء؟ أحسنتم، نعم يوجد في الكلمة حرف الخاء، نضع عليها دائرة. وهنا بطيخ، بطيخ، هل يوجد في الكلمة حرف الخاء؟ ممتاز، يوجد في الكلمة حرف الخاء، لنضع عليه حرف الخاء دائرة.